أعزائي طلبة وطالبات الفرقة الإعدادية بكلية الهندسة جامعة أسيوط وما يعادلها أو أي حد بيسمعنا من جامعات أخرى، أهلا وسهلا بكم في مادة تكنولوجيا الإنتاج. موضوع محاضرة اليوم هو الجاز ويلدينج أو لحام الغاز. في لحام الغاز بستخدم الأكسجين مع وجود غاز آخر بيتم حرقه في وجود الأكسجين، فبيؤدي عملية الحرق إلى صهر سلك اللحام. يبقى إذا بيكون موجود عندي سلك لحام يتم صهره، يبقى إذا لحام الغاز ده من أنواع لحام الانصهار. يبقى بستخدم الغاز في توليد الطاقة الحرارية الكافية لصهر سلك اللحام كمادة مالئة. طب إيه الغازات اللي ممكن أستخدمها؟ أي غازات قابلة للاشتعال أو الاحتراق في وجود الأكسجين. ممكن استخدم غاز الاسيتيلين، وده اشهر انواع اللحام، لحام الاوكسي اسيتيلين. اوكسي يبقى مستخدم اكسجين مع وجود الاسيتيلين. ممكن استخدم غازات اخرى، ممكن استخدم غازات اخرى، ممكن استخدم غاز طبيعي، غاز البروبيلين، ممكن استخدم كمان في بعض الاحيان غاز الهيدروجين وغيرها من الغازات التي تستخدم كوقود. لحام الغاز وبالتحديد المشهور لحام الاوكسي اسيتيلين، اوكسي اختصار اكسجين واسيتيلين اللي هو الوقود. يبقى عندي اسطوانتين، اسطوانه فيها اسيتيلين واسطوانه فيها اكسجين، بتكون عاده اطول. اسطوانه الاكسجين بتكون اطول من اسطوانه الاسيتيلين. يبقى هنا في اسطوانه فيها اكسجين والاسطوانه الثانيه فيها اسيتيلين. ما دام في اسطوانه هتلاقي في عدادات موجوده على الاسطوانه دي، عداد ضغط وعداد ومنظم السريان، معدل السريان فوق الاكسجين وفوق الاسيتيلين. طيب باخد من الاسيتيلين كابل اهو، ومن الاكسجين برضو كابل، هيمر في الكابل بتاع الاسيتيلين غاز الاسيتيلين، ويمر الاكسجين في الخرطوم بتاع الاكسجين. هما الاتنين هيبداوا يختلطوا مع بعض في غرفة الاحتراق دي، بيسموه بوري اللحام. هما الاثنين هيختلطوا بنسبة معينة عن طريق الصمامات اللي هنا، اقدر اتحكم في الكمية اللي هتيجي بنسبة الاكسجين مع نسبة الاسيتيل. هيبدأ هنا تحصل اختلاط الاثنين مع بعض في وجود اكسجين مع اسيتيلين، في وجود شرارة تتولد يطلع لهب من هنا. ده اللهب اللي هيخرج. اللهب ده هستخدمه في عملية اللحام، وممكن استخدمه في قطع المعادن. وفي لحام الاوكسي اسيتيلين بستخدم ايه؟ بستخدم برضو الكترود سلك لحام، ده هينصهر ويملى الفراغ اللي ما بين الجزئين، ويبقوا بعد ما يحصل تسلط ويبرد المعدن يبقوا كانهم جزء واحد. بالتفصيل هنا دي مكونات كلها الموجوده على الاسطوانتين. الويلدنج بوزيشنز او الاوضاع اللي بيستخدمها اللحام عشان يلحم، اول نوع او اسهل نوع هو الفلات بوزيشن. فلات بوزيشن بيكون الجزئين اللي انا عايز الحمهم محطوطين في الارض افقيا، واللحام بيوطي يلحم مع بعض. النوع الثاني هوريزنتال بوزيشن، بيبقى الجزء او الجزئين اللي عايزين يتلحموا في وضع افقي، ويجي اللحام يلحمهم مع بعض. يبقى كده ماشي عملية اللحام أفقيا، يبقى عملية اللحام تمشي أفقيا بالشكل ده، يبقى ده الهوريزنتال بوزيشن. بعد كده الفيرتيكال بوزيشن أو الوضع الرأسي. الوضع الرأسي بيجي اللحام يبدأ مثلا من فوق لتحت أو من تحت لفوق، يبدأ يمشي في منطقة اللحام الموضحة دي، يبقى ده فيرتيكال بوزيشن أو الوضع الرأسي. في بقى الاوفر هيد بوزيشن، ده اصعب نوع، كانه بيلحم في السقف. اللحام بيبقى موجود من تحت هنا ويرفع ايده عشان يلحم السقف، كان السقف ده الجزء، الجزئين دول اللي عايزين يلحموا مع بعض دول ايه؟ فوق اللحام. يبقى ده اوفر هيد بوزيشن، وضع فوق اللحام. في بقى انواع جديده اسمها السولدرنج من اللحام. طبعا السولدرنج ده بيستخدم في لحام الحاجات الإلكترونية، الدوائر الإلكترونية، وبيسموه بالاسم الدارج لحام القصدير.
الاختلاف بين السولدرنج والويلدنج ان في الويلدنج الانصهار، درجة الانصهار بوصل المعدنين انهم ينصهروا تماما، درجة الحرارة بتكون عالية، لكن في السولدرنج بتبقى درجة الانصهار منخفضة low melting point. فبجيب معدن درجة انصهاره منخفضة نسبيا، المادة المالئة بتاعته اللي بسميه السولدر اللي عادة بيكون القصدير. يبقى بيختلف السولدرنج عن الويلدنج ان الجزئين اللي هتلاحموا مع بعض مش هينصهروا، لان انا عايز احافظ عليهم. لو هي دايرة الكترونية او بوردة فلو انصهرت هتبوظ، فانا مش عايز البوردة دي تبوظ، ان فيها دوائر الكترونية فيها مسارات كهربية في البوردة دي، فانا بستخدم السولدرنج بقى، مش هعمل انصهار للبوردة، لا انا اجيب سلك صغير من القصدير مثلا، والقصدير ده هينصهر يلحم الاجزاء اللي انا عايز الحم، سواء مقاومة او مكثف او اي حاجة. السولدرنج ده بيستخدم في البي سي بي على نطاق واسع جدا، في البي سي بي اللي هي البرنتد سيركت بورد، زي البوردة بتاعة الريموت كنترول، البوردة بتاعة التليفون، بورد التلفزيون، كل البوردات دي بيبقى بتتعمل بالسولدرنج، سواء طبعا زمان كان بيبقى مانوال او يدويا اللي حمل يدويا، لكن حاليا بيبقى مكن هو اللي بيعمل البي سي بي، تلاقي بيلحم لك مثلا 100 بوردة مثلا، في كل 3 دقايق يلحم لك 100 بوردة ولا حاجة. ادي لحام البي سي بي او البرنتد سيركت بورد، عملية السولدرنج بالإيد، ماسك الراجل أهو في إيده، ودي كاوية بيسخنها وبيجيب زي سلك صغير كده من القصدير ويبدأ يلحم الأجزاء الإلكترونية. آدي بي سي بي أهي بتاعت ريموت كنترول مثلا على سبيل المثال، كل الأجزاء دي متلحمة في البوردة الخضراء دي بالسولدرنج. وآدي دايرة كمان إلكترونية أشد تعقيدا، آدي شكل مين الكاوية أهي، وأثناء عملية اللحام. يبقى اللحام ده اسمه ايه؟ سولدرنج او لحام القصدير. في بعض المخاطر اللي بتحيط بعملية اللحام، مخاطر على اللحام نفسه وعلى الناس المحيطين باللحام او جو اللحام ده. اول خطر هو خطر الهيت، احنا قلنا في لحام الانصهار وبالتالي بسخن، سواء بسخن عن طريق الكهرباء او بسخن عن طريق حرق غاز، في كلتا الحالتين في مخاطر من الهيت من الحرارة دي. مخاطر الحريق، ممكن اللحام يحصل يحترق او يتلسع لا قدر الله، او ممكن تحصل لو في وجود شرارة معينة مثلا من الهيت دي على حاجة قابلة للاشتعال، فممكن تحصل حرائق من الهيت دي. كذلك من المخاطر استنشاق بعض المواد السامة، اغلب الماتيريالز اللي بتتلحم دي بينبعث منها غازات، الغازات دي بتكون سامة بيستنشقها اللحام او الناس المحيطين باللحام ده. كذلك من المخاطر السباترينج او طرطشة بعض المواد او الشرر المتطاير من منطقة اللحام على وجه، او ممكن تيجي في عينه في ايده، فالشرر المتطاير ده ممكن يعور اللحام او اي حد في منطقة اللحام او بالقرب من مكان اللحام. كذلك من المخاطر الكهربية، زي لحام الكهرباء او لحام المقاومة الكهربية، معرض اللحام او اي حد ممكن يتكهرب، خصوصا لو الاسلاك دي بتكون فيها حاجة متآكلة في العزل بتاعها فتبقى عريانة، وبالتالي مخاطر الكهرباء دي لازم يتعمل لها بعض احتياطات السلامة المهنية. أتمنى تكون محاضرة التعليم واضحة، وأشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة. شكرا لحسن استماعكم.